اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. انطلاق الشوط الثاني من مقابله اولمبيك اليوسفيه والاتحاد البيضاوي الطاس، مقابله كتلعب على ارضيه ملعب الصخور السوداء. دائما نذكر بنتيجه دائما تقدم فريق اولمبيك اليوسفيه بهدفين مقابل شيء على فريق الاتحاد البيضاوي الطاس. فريق الاتحاد البيضاوي طاس يسجل هدف في هذه المقابلة. إذن تغيير النتيجة، جوج ديال النقاط لأولمبيك اليوسفية وهدف لفريق الاتحاد البيضاوي طاس. إذن مقابلة الشوط الثاني. تشتعل في هذه الأثناء بعد تقليص الفارق من الاتحاد البيضاوي الطاس. مقابلة في وجه تالي، مقابلة الصراع من أجل البقاء. الواحد اللي كيتشجع في المغرب، لا
عبد الله عبد
ادريس ابو جناب شنو 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 والكابتن قاعد علاش الدريب ما كاين لا لا ديال شوش ولا البال ولا البال واحد كيسكر الكره نذكر دائما بنتيجة اللقاء تقدم أولمبيك اليوسفية بهدفين مقابل هدف على حساب فريق الاتحاد البيضاوي الطاس. إذن متابعي قناة شوف تيفي دائما نذكر بنتيجة اللقاء تقدم أولمبيك اليوسفية بهدفين لهدف على حساب فريق الاتحاد البيضاوي الطاس. لصالح الاتحاد البيضاوي الطاس على مقربة من منطقة الجزاء. Bravo, bravo, bravo.
فرصة لفريق الاتحاد البيضاوي لتعديل النتيجة. نذكر دائما بنتيجة اللقاء، تقدم أولمبيك يوسفية على بهدفين مقابل هدف على حساب فريق الاتحاد البيضاوي الطاس. Thank you.
تعادل هدفين لميتليما.
حققت جوج ديال الأهداف لمثلنا في مقابلة الفوز من أجل البقاء بين الأولمبيك اليوسفية والاتحاد البيضاوي الطاس في مقابلة قوية بطبيعة الحال بين جوج ديال الفرق متعادلين على مستوى بطولة الهواة. في هذه الأثناء ركنية لصالح أولمبيك اليوسفية. يا شوفوا شوفوا
الزيران عاونوا الدراري. ضربة خطأ أولمبيك اليوسفية على مقربة من منطقة الجزاء وتوقيع صعب.